لن ينتهي الحديث عن نجوم الزمالك في كل الألعاب، خاصة من تركوا بصمة واضحة وكانوا أحد أسباب فرحة الجماهير وكتابة تاريخ القلعة البيضاء المليء بالبطولات والإنجازات. عصام عبد المعطي، أحد نجوم الجيل الذهبي للكرة الطائرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، والذي حقق العديد من الإنجازات خلال ما يقرب من 10 سنوات قضاها بين جدران القلعة البيضاء. لعب عصام عبد المعطي لنادي الزمالك خلال الفترة من عام 1980 وحتى عام 1991، وانضم للمنتخب الوطني بداية من عام 1983 وحتى عام 1991. وخلال هذه المسيرة الحافلة فاز عبد المعطي مع الزمالك بالعديد من البطولات، منها بطولة الدوري وكأس مصر من عام 1984 وحتى عام 1990، إلى جانب الفوز ببطولة إفريقيا للأندية وبطولة الأندية العربية. كما شارك مع منتخب مصر في العديد من البطولات، منها بطولة العالم والبطولة الإفريقية وبطولة العالم للشركات. وعقب اعتزاله اللاعب توجه عصام عبد المعطي للتدريب، حيث قاد منتخب الناشئات عام 1993، ثم تولى قيادة منتخب الشابات موسم 1995 وعدد من فرق الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يعمل مدربا للفريق الأول عام 1998. كما خاض تجربة تدريبية ناجحة في عدد من الدول العربية، وفاز مع منتخب سيدات الإمارات بلقب بطولة الخليج عام 2011، ومؤخرا تم اختيار عصام عبد المعطي عضوا بلجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة الطائرة لتستمر مسيرة العطاء الكبيرة التي قدمها للنادي ومنتخب مصر كعادة أبناء الزمالك الأوفياء.